بصمات حية لحضارات إنسانية. طبيعة فتنة بألوانها وتضاريسها. لوحات مغرية من تراث ثقافي. ينبع من دواخل أرض الجمال الأزلي. حملتنا روح ساحرة الجنوب إلى موقع تاج مارت بالحظيرة الوطنية للأهجار. حيث الرسوم الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ والتي تعبر عن حيوانات كانت ترتاد المكان. حيث سمحت الظروف المناخية باستقرارها وتكاثرها. تربع على مساحة شاسعة، هي 6300 كيلومتر مربع، أي معنى أنه مساحة شاسعة جدا. ومن الأهداف نتاع الحاضرة أنه لحماية وتثمين ومراقبة هذا التراث الطبيعي والثقافي المتواجد على مستوى الحاضرة. بالنسبة لهذا الموقع وين نلقاو صور للزرافات والبقرات والبقايا الأثرية اللي نلقاوهم في هذه المواقع العديدة المنتشرة بالنسبة لحاضرة الأهجار. وفي هذا الموقع كذلك نلقاو بقايا اللقى الأثرية وين الإنسان ما قبل التاريخ اللي استوطن في هذه المواقع. ولذلك نعتبر ان حظيرة الأهجار هي عبارة عن متحف على الهواء الطلق. تحتضن الحظيرة الوطنية للأهجار والتي تعتبر أكبر محمية في أفريقيا منبع تهبورت ذات المياه الكربونية التي تحوي على خصائص علاجية. هذا الجبل إيغان هو عبارة عن الواجهة السياحية لمنطقة الأهجار، أي بمعنى أنه من جبل إيغان يبدأ السيركوي تاع لاتاكور اللي يفوت على إيغان ملولا ون أفيلال حتى لاسكريم. وكذلك الارتفاع تاع هذا الجبل حوالي 1700 متر على سطح البحر. تهابورت بالنسبة للمعنى تاع تهابورت أنه مكان ينبع فيه الماء، وهذا المنبع هو عبارة عن مخلفات بركانية اللي يخرج فيها الماء ما بين الصخور، أي المرحلة الأخيرة تاع البراكين في منطقة الأهجار. وهذه المنطقة يعني تعتبر من بين المناطق اللي يجوها السواح بكثرة.
يحتلي الهرم البركاني أرض الجمال. إيهاجن جبل الهجار، بصمة من بصمات موطن الرجل الأزرق. التوارق، هذه القبائل التي تتوارث منذ عقود مسيرة القدامى في نمط العيش واللباس ومواجهة قساوة الصحراء، وتصدح في سمائه الموسيقى والرقصات الفولكلورية التركية التي تروي أسرار الصحراء، الحب والحرب، قصص البشرية وغيرها. الرقصة اللي درناها اليوم هي رقصة تهيقالت، اللي هي رقصة العزوبية. هذا الرقصة تندار في العراس عندنا بكري، ويعني دوك تقريبا ما بقات شرايلة في الجمعيات. الصحة هي تندار سابقا في العراس، يقول لها رقصة العزوبية. ورانا نعملوا باش نطوروا هذا الرقصات، يعني نخلوها تقليدية، نحاولوا ندخلوها في يعني في الرقصة المعاصر شوية. هي قالت لي رقصة العزوبية، هذه رقصة يعني عندها رموز، والشعر اللي يتقال فيها يعني وصايا للعروس وللعريس في نفس الوقت. وعندنا رقصة تزنغرات اللي هي رقصة يقولوا لها الجاق، ما يقولوا لها تزنغرات. هذه الرقصة، هذه رقصة يعني عريقة، رقصة قديمة بزاف بزاف، ورانا نحافظوا عليها. هي اللي تنرقص يغنوها النساء ويرقصوها الرجال في نفس الوقت. وعندنا رقصة تكوبا أغر اللي هي صراع بين قبيلتين، ترقص بالسيف والذرع، ويعني يكون بين القبائل بكري كانوا يعني يكون بيناتهم نزاع ومشكل، يعني يقدروا يعني يتبارزوا، ومن بعد في التالي تكون يعني بصوا لحدامين، يعني يكونوا متفاهمين هذه القبائل. وعندنا يعني رقصة إسواد، كاين رقصة إسواد، وكاين يعني بزاف رقصات، ولكن من الرقصات العريقة هي تزنغرات تهي قالت وتكوب أغر. الحاجة أعطاها لنا ربي تحفة، تحفة على الأرض من تضرارت إلى تمسة، وأعطانا ربي تحفة على الأرض أنها مميزة في العالم، في العالم. إحنا دائما مصممين على السياحة أنها تبقى، بينما كاينة حتى السياحة الداخلية. نتمنى من خاوتي الجزائريين أنها دائرس لنا، كلنا الجزائريين من عنقزام العاصمة ومن الطالب العربي لتندوف، هذه قاع بلادنا ولا بد نحافظوا عليها، ولا ما حافظنا عليها هنا ما كانش واحد اللي حافظ عليها. ماذا بينا نهتموا بنفسنا ونديروا الماضي ماضي، نحن احنا ولاد اليوم لا بد نطلعوا في بلادنا ونلحقوها المكان اللي لاباس عليه، اللي وصل البلاصه للدوله المكان. الحمد لله اليوم رانا نبتنا والدوله راهي ماشيه لقدام، ماذا بينا كل ندفعوا، ولا سيما السياحه. رهدنا غمي ديوا تيدا وغجغس ديوا سلهاتيها ورتفر فلتي جشو داتي سرهنا. مسك ختام جولتنا بالحظيرة منظر هذا الهرم البركاني الذي يتأمل بعين ساهرة ألوان طيف غروب ساحر. في قلب طبيعة صحراوية قاسية تنفجر شلالات تمكرست لتصنع لوحة طبيعية تبهر العيان بسحرها، بمياه براقة
تشق طريقها وسط الصخور. لا ترجع عزيزي والد. هذه المنطقة تعتبر رطبة ومهمة جدا في حجر الأهجار الثقافية، لها أهمية هيدروجيولوجية وبيئية ثقافية وتنوع من وأهمية بيولوجية من ناحية التنوع البيولوجي في الصحراء. تعتبر نقطة ماء هامة جدا بالنسبة للكائنات الحية خاصة الطيور والكائنات الحية المائية وما يدور حولها من حيوانات برية وحيوانات يعني مربات من طرف الإنسان. إذن هي نظام بيئي متكامل يحتاج إليه الإنسان، في حاجة إليه ماسة لأنه موجود بالصحراء. ونظر لأهمية الماء فنجد دائما مسارات سياحية تدور حول هذه النقطة المائية وتجعلها مركز من مراكز أو النقاط المركزية التي تدور حولها. تحملنا تمن راست في حضن طبيعتها المغرية إلى ثاني منطقة رطبة. موقع طانجت، حيث تعزف أخارير المياه لحناً يبعث على السكينة والراحة. هذه المياه سطحية مصدرها مياه الأمطار. نحن نعلم أن منطقة الأهجار تتأثر بتأثيرين من ناحية الأمطار، تأثير متوسطي يعني مياه قطبية أو غيوم قطبية، وتسقط الأمطار في جونفي وفيفري، وكذلك تتأثر بأمطار تسقط في أواخر جويليا وأوت وسبتمبر مصدرها موسمي أو مدارية. هذه الأمطار تتجمع في قمم الأتاكور أو قمم الأهجار ثم تنساب عبر تحت تأثير الجاذبية نحو المناطق الأسفل، فتظهر في منطقة تانجت ثم تنساب نحو الأسفل نحو الجنوب نحو القرى المحاذية لمنطقة تانجت مثل تايفت وإندلاق. يستفيد منها الفلاحون في الزراعة وفي تربية المواشي ويستفاد منها في مياه الشرب، وكذلك تنساب نحو الجنوب إلى أن تصل إلى ما يسمى بالدول المجاورة بمنطقة النيجر أو حوض النيجر. وعلى بعد بضع كيلومترات من الموقع رسوم حجرية لحيوانات كانت ترتاد المكان، يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ. هذا الجبل جبل تغاغا هو عبارة عن جبال بركانية تعرضت لعوامل النحت والتعريف، أعطت أشكال مختلفة تسر السواح. وعلى حواف وجدران هذه هذا الجبل نجد رسومات لما قبل التاريخ تتمثل في حيوانات
كانت الطبيعة ملائمة وكان المناخ ملائم، فنجد أنواع الزرافات ونجد كذلك أنواع من الأبقار وخاصة الأبقار المستأنسة، ونجد كذلك بعض النباتات النادرة في هذا الجبل مثل نباتات الزيتون وبعض النباتات الأخرى اللي نسميها نباتات متوطنة مثل نبات القبار شوكي والكابري إيبينا. من أشهر المناطق الرطبة في صحراء تمنراست موقع أفيلال الذي يرتفع بحوالي 1380 مترا عن سطح البحر، وهي منطقة توفر نظاما هيدرولوجيا يساهم في تعزيز وحماية التنوع البيولوجي، وله أهمية كبيرة بالنسبة للنباتات وبالنسبة للحيوانات بالنسبة للتنوع البيولوجي وبالنسبة للإنسان خاصة الرحل، وله أهمية كبيرة جدا بالنسبة للطيور المهاجرة التي تمر عبر الصحراء عبر الجزائر على فترتين. الفترة الأولى تكون في نهاية الخريف حيث تمر بهذه النقاط المائية، ثم عندما تذوب الجليد أو الثلوج بأوروبا ترجع من جديد من إفريقيا وتمر بنفس النقطة، ونقوم بملاحظة هذه الطيور ومتابعتها بطريقة علمية. هناك أهمية أخرى بالنسبة لهذه النقاط المائية وهذه المنطقة الرطبة بالنسبة للجانب السياحي، فهي نقطة هامة جدا في الدورات السياحية خاصة بالنسبة لدورة أتاكور ودورة التصيلي، بحيث تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب والتزود بالمياه والاستفادة من الخدمات الثقافية والفكرية التي تقدمها المناطق الرطبة بالنسبة للسواح الأجانب وبالنسبة كذلك للسواح الوطنيين أو الداخليين. هي الأم الروحية للتوارق، استقرت بالأهجار وأسست سلالة أصحاب اللثام الأزرق، عاشت هنان في منطقة أبلسة بعد أن فرت من الأسرة الحاكمة رفقة حاشيتها وقطعت الصحراء الكبرى بعد رحلة سير طويلة ليطيب لها المقام في هذا المكان لتوفر شروط الحياة. هذا الموقع موقع سياحي بالدرجة الأولى يجوه بالكثير من السواح. ملكة تنهينان هي ملكة أتت من الجنوب المغرب الأقصى حتى استقرت في هذه المنطقة، منطقة أبلسة، وبنات هذا الصرح اللي راح نشوفه وهذه الكاسبة اللي راح نشوفوها دوك، بنات هذا القصر ودفنت في هذا المكان. بعد الاكتشاف تاع 1925 عن طريق
باحثة أمريكية فرنسية اتضح أنها هذه عبارة عن بناية وإن كان فيها فراغات وغرفة الدفن. يعني في 1925 هذه الباحثة راحت مباشرة لغرفة الدفن وخرجت هذه الملكة مع التريزور تاعها. سكات استكاس تمي درب سنتز الله لمين شونتي لتمين تزت سنتز الله لمين شونتي لتمين تزت. يحملنا عبق الأصالة إلى موروث ثقافي يحفظه الترجيون بكل فخر، الحلي التقليدي، صناعة تقليدية محلية اختص بها أهل المنطقة والتي ما تزال متوارثة في المجتمعات الصحراوية. تاح متاع الهجار هذا وسويته بالسياسات هذا انتوا معناتها نساء نخدموهم من الفضة، نخدموهم من نحاس، نخدموهم من أي معناتها حاجة نقولوا كيما الفضة وكيما النحاس والحوايج قاع التقليدية الأولية نخدموا منها الحوايج هذه. دغن سنة سنات تجاجتين تسلت تجانيني مسلي انت قضاض نمجوسك لعينين جرت شاق لجار ورثتنا. أول مرة نذوب الفضة ونكسلوها ومن بعد نقطعوها نفصلوها ونجيلوا لها السلك وننقشوا باليد كما سميتها هذه البريمة، نقولوا لها البريمة سنقب، ننقشوا بها كما هاك يلي نديروا بها التحفة هذه، نديروا بها التحفة هذه ومن بعد نديروا لها فينيس والحوايج معناتها اللي يخرجوها مليح. كغد تشكي شكي تمدن تسيد قيمة تغورتين. عندك الفضة نخدموها احنا اصحاب الصناعة التقليدية، الحلي، النحاس كيما المفتاح هذا نتاع الهجار، بلي الهجار هذا نخدموه ونديروا ليه الكادر، وكاين السيف هذا نخدموه حتى هو بالنحاس، نخدموه بالنحاس سيف، نخدموه بالنحاس ونديروا ليها سميتو، نديروا ليها التحفة هذه نتاعو، وهذا خناجر لاصقين فيه وننقشوه. هذا النقش يسمى بالترطيب، يسمى النقش الأول نقلدوه. يطيب المقام بساحرة الجنوب
حيث يجد الوافدون المحليون والأجانب متعة في اكتشاف أسرارها. وفي إقامة أكاراكار تتوفر كل الشروط لقضاء أوقات ممتعة مع برامج لخرجات ميدانية. الوالد نتاعي انا كانت عنده خبره يعرف باللي السواح اكزيستو سيرتو لي زوروبيان. هذاك الوقت كانوا يجوا هنايا في وقت فرنسا وهادشي هذا يعجبهم برك لا فيل ولو زولونتور يسانتيريسي لهادشي هذا. الوغ بدات من تم بدات وخدم شويه في شركات نتاع الدوله وكريا لونتربريز نتاعو كاراكار هذه اكزاكتومون في 72. نقول الوقت وين كان الطلب كبير وين ما يقدروش يساتيسفو هذيك لا دوموند كانت حاجه كبيره. الور هو كان اونتر طون يخمم للشهاده لاكتيفيتي هذه الناس كاع عايشه منها قدام الزمن تقريبا 15 سنه ليبوك. قال علاش ما نخلق ان كونكورونس اللي كونكورونس سور ستادير ناس اللي تخدم في هذه الاكتيفيتي وتقدر تتنافس معاه. هو يختص بين سيرتان كليونتيل والباقي يخدموه ناس اخرين باش تقدر الناس قاعد تعيش وتستفاد وتزيد تعيش. علاش ما نترونسفيرو هذا الجاردان لوبرش اون ريزيدونس لا كليونتيل نتاعنا اللي تجي هنا وقدموا لها خدمات ونحاولوا نمتازوا بحاجه وين كاع الشيء اللي نتجو هنا نكونسوموه لحنايا باش يعطي ميزه اللي هي انه الريستورون تاعنا يخدم بدي برودوي بيو 100%. السائح سيرتو اللي اول مره يجي يفوك نمشوا ليه على واحد القاعده وين يفوك انت تضبطيه على ريجون باسكو تضاريس والمنطقه صعيبه راكي عارفه على التيتود الجبال والصحراء صعيبه اون جينيرال. بصح حنا نحاولوا نخلوه يتضبط بالعقل دونك نحطوا واحد لي بروغرام سي دي بروغرام نسميه هنا لو بروغرام ان ايطوال سوتادير الكليو هذا نتاعي كيجيني يستقبلوه في المطار نجيبو عندي هنا اون جينيرال الطياره دائما تجي فوقات متاخره دونك يتعب نخليه يدير غراس ماتيني الصباح يفطر فطور الصباح لو لوندوما يروح يدير بيتيت فيزيت لا فيل يشوف لا فيل يشوف الميزي نتاعها يتثقف شويه على التضاريس نتاع المنطقه هذه. لوندوما نبدا ليه بيتيت رابروش نخرجوا شويه على البلاد يروح للتاك مارت يشوف لي غرافير وكذا دونك ويعاود يرجع يروح لتين هنا يشوف تين هنا ويعاود يرجع دونك كل يوم يخرج يدير اون اكسكورسيون ولمبات يكون دون زان كادر وين يلقى لا دوش يلقى لا شومبر دونك هنا ما يتعبش بزاف ويلابريسي مليح لا ريجون. Thank you.
لا يسعني الحديث عن سحر طبيعة صحراء تمن راست، عن أروع شروق وغروب في العالم. قمة أسكرام التي يصل ارتفاعها إلى 2180 مترا، الوجهة السياحية المفضلة للسياح المحليين والأجانب. ففي هذا المكان تشد الأنظار إلى هذه اللوحة الفريدة التي تسحر العيان بروعتها. ختام جولتنا بقمة الأسكرام، سهرة ليلية تحت ضوء قمر ينير المكان. ونغمات الطابع الترقي تملأ الأجواء. هي رحلة في أعماق ساحرة أبهرت العالم بجمالها وأسرارها الضاربة في عمق التاريخ. الفتنة المتألقة، هي سفر في دهاليز المكان والزمان، في مسارح مفتوحة على الهواء الطلق. تمن راست، آية من آيات الجمال.